تصدرت أميرة الذهب الترند خلال الساعات الماضية بسبب عرضها قطعة الأسد الذهب باهظة الثمن، ما لفت أنظار كثيرين لها. وفي هذا الإطار نعرض لكم أهم المعلومات عن أميرة الذهب. تركت الهندسة وعملت في مجال المشغولات الذهبية بسبب حبها الشديد له. حاصلة على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة القاهرة عام 2006، سر شهرة أميرة الذهب على السوشيال ميديا هو عرضها لمجموعة غريبة ومتنوعة من المشغولات الذهبية، بل وإدخالها في أشياء أخرى مثل العباءات. دخلت عالم الذهب منذ حوالي 5 سنوات ودرست كل شيء متعلق به، عن كيفية الشراء وتخمين الأشكال والأوزان التي سترضي الزبائن، وهي أيضا من الأشياء التي تميزت بها أميرة الذهب. أشهر المشغولات الذهبية التي اشتهرت بها أميرة الذهب هي كرسي جابر وصناعة غطاء ذهبي لأجهزة الآيفون والأسد الذهب. الاسم الحقيقي لأميرة الذهب هو أميرة حسان، وهي أم لطفل واحد ودائما تصير بطاقم حراسة خاصة.